الله أكبر. الله أكبر. بإذن الله بإذن الله قد قامت قوات الأسد بالدخول إلى بلدة حيش، والحمد لله والفضل لله، قد دحرناهم وقتلنا منهم عددا كبيرا. الله أكبر. والطائرات الحربية تقصف، والهليكوبتر تلب براميل، والدبابات تقصف بالمدفعية، والحمد لله صامدون، وبإذن الله لن نطلع من حيش إلا على جسسنا. الله أكبر. من عند الله النصر. الله أكبر. تكبير. الله أكبر. جيش نظامي وين متمركز هلا؟ متمركز عند حاج الصهيان أول حيش، والحمد لله ما عم سجل يفوت. والله الذي لا إله إلا هو، امبارح بندقيقة وصلنا على دبابي ورجع. الله أكبر. والله العظيم قوصنا على دبابي بندقي وانهزمت. الله أكبر. الله أكبر. احصائيات قتلى جيش النظام، احصائيات قتلى بإذن الله فوق المي. والله العظيم 7 قاوموهن، قسما بالله 7 من جيش حرم الثوار قاوموهن. طيب كيف تسليحكم انتو؟ كيف امكانياتكم؟ الحمد لله بندقيات قوازف، الحمد لله قوازف بحما فاتوا بندقيات قاومناهن، والحمد لله ما قدروا يدخلوا حيش. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. صلوا 7 ايام عم يحاولوا يقتحموا حيش ونصدهم 7 ايام، الفضل لله. الفضل لله. السلاح الخفيف هو اللي شغال، قوازف ار بي جي، يعني الحمد لله رب العالمين. ملائكه قاتل معنا باذن رب العالمين. الله اكبر. الله اكبر. لك يا اخي هو عندي